أريد يعني لو تذكر لنا شيئاً عن الشيخ الألباني رحمه الله. ما يا شيخ هيثم رحمه الله تعالى عن الحال، لا يدري إنسان يعني ماذا يبدأ وبما ينتهي. يعني الحديث عن شيخنا الله يرحمه الله يعني حديث في الشجون، والشيخ رحمه الله ما أعرفه إلا في حبه للسنة حبا دعوة كتابة مصاحبة، وكأنه يعني عاشر السنة رحمه الله تعالى وجزاه خيرا. ويكفي على كل حال ما له من أثر عظيم يعني في هذا الرجوع إلى الحديث وإلى التحقق من ثبوته، وهذا لا شك من حب الله سبحانه وتعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفل الله بحفظها بقول إن لزم ذكر إن له لحافظه. رحمه الله كان شديد الحرص على الاتباع ودعوة إلى التوحيد، وكان وهو بدايات عمره يدرس بفضل التوحيد كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد الغار رحمه الله، وكان يحضر عنده كبار الناس في ذلك الوقت. هذا الشيخ الطباوي كان يحضر بعض مجالسه وغيره، وسيف جهوده كانت أيضا في الدعوة يعني في التنقل بين المدن، وكان لها أثر في تكوين عدد من التلاميذ ونشر الدعوة السلفية في سوريا آنذاك. وبدايات نشره كان في مجلة التمدن الإسلامي للتحذير من الحديث الضعيف والموضوع والمطلوبة، كان لها أثر عظيم في توعية الناس في هذا الجانب. وشيخنا رحمه الله يعني من مزاياه التي لا تعرف من كتبه، وربما قد يلمس بعض الناس الذين لم يخالطوه وإنما اكتفوا بالقراءة لكتبه أنه فيه شدة وغلظة، وقد يقسو الإنسان أحيانا في بعض الأمور وبعض المسائل بغض النظر هل مصيب في هذا أم لا، لكن شيخ رحمه الله فيه رقة عجيبة وتواضع عجيب ولين جانب عجيب، وهذا ظاهر جلد المخالطة. حتى أن أحد كبار الصوفية وكان مفتي لجيش الأردن آنذاك، ويوما جاء إلى الشيخ الألباني رحمه الله، ولما جاء إلى شيخنا واستقبله شيخنا في بيته وأخذ يحاوره ويبدي له الشيخ يعني ما يراه ويعتقده، فما كان من ذلك الشيخ واسمه نوح مشهور الشيخ نوح، وما كان من ذلك الشيخ عند الفراق إلا أن أصر على تقبيل شيخنا. وعجب من هذه الأخلاق شيخنا رحمه الله تعالى. والشيخ كان يصيب الرفق كثيرا، وبأن تصحيح ما عليه الناس يأخذ وقتا وليس بالأمر الذي يتحقق فورا. وأذكر أن مرة سافرنا العمرة أنا وإياه والدكتور باسم الجوابر أخونا، سافرنا سويا بالسيارة بسيارة من سيارات الجامعة الإسلامية، جاء إلى مؤتمر أو مجلس لمجالس الجامعة، فسافرنا والشيخ يقود بنفسه السيارة وترك سائق السيارة، وذهبنا بالسيارة نحن الثلاثة للعمرة والشيخ يسوق، وكانت السيارة أوتوماتيك، والشيخ مع سيارته التي كانت في الأردن ذات الغيار اليدوي العادي الجير العادي كما تعرفون أن الإنسان الذي اعتاد هذه السيارات ولم يعتد الأوتوماتيك التغيير الآلي أنه أحيانا في البداية يضع رجله يضع رجله على الكلتش اللي يسمى يبدل. فقال لتعلموا أن تغيير ما عليه الإنسان ليس بالسهل، فيحتاج يعني إلى تمرن ومحاولة مرة بعد مرة. ومن الأشياء البديعة التي نحتاج إليها
الشيخ الألباني رحمه الله من كلامه يقول إن الحق ثقيل مر، بمعنى ليس من السهل أن يتقبل عند المخالف، فلا تزيدوه قلقلا ومرارة. لماذا؟ بالأسلوب وبالغلظة. لا بد من الحكمة. هذا الأمر ثقيل، قبول الحق يحتاجه أن يعني هو حقيقة نسبة للطبيب كيف يعالج المريض، ويحتاج أن يتدرج معه يعني في العلاج ونحو ذلك، وهكذا من باب أولى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومواقف حقيقة يعني كثيرة، يعني هذا ما فتح الله عز وجل عليه التفكير يعني في شأنه. والشيخ كان يعني شديد التحذير من الغلو حتى فيه هو. نعم. وكان يعني من تواضعه رحمه الله أنه كان دعي إلى الجامعة السلفية، عندهم مؤتمر كبير في الهند وباكستان، وطلبوا مني مرة أن يعني أتقدم للشيخ بالطلب لعله يوافق بناء على كلامه. فكلمته رحمه الله فقال: إخواننا فيهم غلو في المشايخ وبي، ونفسي لا تطيق هذا. فاعتذر يعني من هذا. فهذا هو الواجب طلاب العلم، أن لا يغلو في مشايخهم مهما كان الأمر. الحب شيء والغلو شيء آخر. والمواقف كثيرة، ونحن الآن ولله الحمد وصلنا المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فرصة طيبة، الله يتقبل منا ومنكم ويجزاك الله خير شيخ هيثم، وانت اخذت مني كثيرا وما اخذنا منك الا القليل. الدعاء الله يتقبل منا ومنكم. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. اهلا ومرحبا، حياكم الله.